ايه وينك انت؟ احنا اليوم رح نخرج جودو من المشفى وانت ولسه قلت لك يا حبيبتي ان شاء الله لا تواخذيني والله العظيم انه بدون قصدي، يعني انا كمان بني ادم بمرق بظروف صعبه كمان. خلص ما تزعلي وحياتك، اليوم رح مر على المشفى وشوفك منيح. شو بدي اقول لك؟ انتو مين في عندكم بالمشفى؟ انا وماما وبابا. ايوه ومضر؟ مضر راح يشوف رفيقه سائر. ايه تمام. شو هو التمام؟ لك لا ولا شيء، قصدي انه يلا سكري مشان اقوم جهز حالي واجي لعندك فورا. يلا انتبهي على حالك. الله يحميك، باي باي. انا حتى بالسوليتر مسكره معنا. ما عم بقدر اتخيل كيف بدنا نطلع من هون وهو ما له قدران يمشي. يا ابو زينة احمدي الله انه حيطلع معنا. بعدين دكتور على احتمال كبير يكون هالشيء مؤقت، طولوا بالكم. الحمد لله الحمد لله. ماما عيون ماما. شو لساتنا هون؟ حبيبي هلا حنضب اغراضنا ونطلع على البيت. طيب. لا لا شو عم تعمل؟ بدي انزل، مو بدنا نروح؟ حبيبي نحن بدنا نروح هلا، بس انت ما بصير تمشي هلا لانه هلا اذا مشيت بده يجعوك رجليك. بس جود حبيبي لا تحسي، خلص لازم انت ترتاح، ما بدك ترجع تلعب وتركض. طب وين اخي مضر؟ مضر راح يشوف رفيقه بعدين راح يرجع على البيت ليشوفك. الو يا حبيبتي. ايه انا صرت بالمشفى عليك، انا مستناك بالكوريدور. يلا باي. هاي تفضلي. ميرسي. شو كيف صار اخوك؟ ان شاء الله احسن. ان شاء الله. بابا ايهم زميلي بالجامعه وحب يجي يطمن على جودو. مرحبا عمو، الف الحمد على سلامته. اهلين. أنا رايح شوف الدكتور، ابعث لكم عربية مشان أخوكي. بتحب ساعدك بشي؟ لا. شباب أخوكي؟ شباب؟ شباك إيهام، مو شايف كيف الوضع يعني؟ امشي سلم على ماما وتعال. ماما، إيهام سبق والتقيتي، حاب يجي يطمن على جوزي. الحمد لله على سلامته لبيب. الله يسلمك. كيفك حبيبي انت منيح؟ يلا عن اذنكم معناتها. ايفا اليوم بدنا نطلع اخوك. انت شلون هيك ولا حرف؟ بس نمشي من هون نبقى بنحكي بالموضوع. شو قصدك عبد المجيد؟ كل ما بجيب لك سيرة الشرطة بتغير الحديث وبتقلي بعدين بنحكي. لأنه ما كان بدي بوسينة والولاد يخافوا. على كلين أنا على تواصل مع هادي، وهادي عم يتابع الموضوع. هادي ما غيره، هذا تبع الشرطة؟ طيب وليش لا يخافوا؟ والله حاسس في شيء أنا ما بعرفه. حادث جود مدبر، أنا بعرف مين وراه، وإن شاء الله إلا نوقعه. شو صاير معك يا ألما؟ وليش ما عم تردي؟ يا ربي شو أعمل؟ فكروني وينك انت؟ لك لا لا ما في شيء، بس بدي اياك تجي لعندي. يلا حبيبي ناطرك. باي.
صباح الخير. صباح النور. وين أختك؟ الحمام. منيح. موبايلها ما عاد يشتغل ما؟ ما أحلاوي يضل شغال والله. عندك رقم مريم؟ نفس رفيقة ألما؟ لكن رفيقتي. عندي يا شو بدك فيه؟ هلأ بلا كتر حكي اكتبي لي الرقم على ورقة راجعة أخذه. حاضر. مع كلمتين أم ماما. أم شوفي دي الساعة صارت شي 9:30. أم ماما يا إله الله شو بدك؟ لا تحكي معي بهالطريقة بزعل منك. ها طيب حاضر شو بدك؟ بتسمع وبتعمل اللي بدي إلك عليه بدون ما تعترض ولا على كلمة. هاي الإسوارة أنا ورتانت عن أمي خدها بيعها واشتري موبايل لأختك بدل اللي انكسر. شباك ليش ما عم تاخدها؟ أمي أنا أهل كم يوم بجيب لها موبايل. أنا بدي إياه اليوم مو بعد كم يوم. طيب هلا بعطيك المصاري وعطيها إياها وخلي تجيب الموبايل يلي بدها إياه. نم معك حق موبايل من الشغل. أمين من الشغل. صباح الخير. صباح النور. نمت كأني مالي نايمة صار لي شي مليون سنة. إن شاء الله صح. يا في الزابين جود. يا في الزابين بكرهكم. كذابين. يا في الزابين بكرهكم. كذابين. ليش هون انت؟ شوفي لك شو حاس شو صاير. أم ماما أم بعدي عن أم. ليش عيب عيب حبيبي هيك ما بصير. أم ماما وانت كمان ما بدي اشوفك. الله يرضى عليك خليني اتبعك. امه ما بدي قلتلكم ما بدي مليت من هالتخت. ايه اتصلي بدكتور كرم بسرعه خليه يجي. امه ما حبيبي ما بدي قلتلكم ما بدي. لك نحن بنحبك كلياتنا ليش هيك عم تعمل يا حبيبي؟ بعدين شو نزلك على الارض؟ ما بدي معلش معلش مشاني مشاني. ام